اهلا بكم متابعي انفاس تيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم لقاء مميز. اولا لاننا في اول ايام شهر رمضان الفضيل، كنهنئكم بهذه المناسبه وكنتمنى انه يكون شهر خير علينا وعليكم. واليوم غادي ندويو على واحد الانجاز مسرحي، وهي كتابه فريده من نوعها اللي كتحمل التوقيع ديال سي محمد الوادي اللي حضر معنا اليوم باش نتحدثوا على مسرحيه احتفال الجسد اللي طلعت على جمهور الدار البيضاء امس بواحد العرض المسرحي اللي شهد واحد الاقبال من عند الساكنه ديال المدينه اللي غيحدثنا ويقربنا من الاجواء ديالو اكثر. سي الوادي اليوم اهلا بك. سي الوادي مرحبا شيماء، مرحبا بك، شكرا على الاستضافه ومن خلالك لكل الطاقم ديال انفاس بريس، هذا الموقع والمنبر الاعلامي الذي نشهد له بانه يواكب الاحداث وخاصه الاحداث الثقافيه والفنيه. وايضا وبهذه المناسبه نبارك لكم هذا الشهر ومن خلال منباركم لكل مشاهديكم. شكرا. سي الوادي، بغيناك تقربنا اكثر من الاجواء ديال العرض ديال الامس. كيفاش مرت الاجواء؟ شنو اللي كان مميز؟ كيفاش كان الاقبال ديال الجمهور؟ عرض البارحة لعرض أو لمسرحية احتفال الجسد كان مبرمج ضمن مجموعة من العروض في إطار جولة ستقوم بها فرقة الخيال المسرح، وهي فرقة لشباب متحمس طموح شغوف بالمسرح. إذا هذه كانت الانطلاقة. كانت البارحة كان عرض مميز حضره ليس الكم الكبير للجمهور، ولكن كانت هناك نوعية مثقفون وفنانون وإعلاميون وشاركونا هذا الحفل، وكان عرض مميز، كان انطلاقة موفقة بحول الله. بالنسبة للمسرحية اللي تتحمل توقيع ديالك، عندها واحد الطابع خاص لكونها تناولت واحد القصة اللي العالم كامل كيعرفها، اللي هي مجنون ليلى. بواحد الطريقة جديدة تماما وبأحداث خيال، ضفتي لها أحداث خيالية. كيفاش جاتك هذه الفكرة؟ تماما. أنا دائما أعتقد أنه الفنان أو المبدع هو الذي لا يصور الواقع فقط، لأن إذا صور الواقع فمعناه أنه غادي يصبح كملتقط صور ينقلها من الطبيعة إلى الورق، ولكن الفنان هو الذي يتصرف في الواقع ويعطيه نظرة أخرى، يعطيه فيه من الخيال وفيه من التصور وفيه من الجمالية لكي ينقل الواقع بطريقته إلى الفن، وهذا الفن الذي يجب أن ينقص إحسانا لدى المتلقي. لا ينبغي أن نعمل مثلا على خيال وعلى رؤية، ولكن دون أن نقرب العمل من المشاهدين. هذا العمل في الحقيقة أنه الفكرة كما قلت في أن القصة هي قصة معروفة، قصة مجنون ليلى أو قيس وليلى هي معروفة، في وكتب عنها الكثيرون، منهم أحمد شوقي الكاتب المصري الكبير كتب مجنون ليلى، ولكن هذه الكتابة كانت تنطلق من شعر قيس في علاقته مع محبوبته ليلى والعلاقة مع القبيلة. أنا حاولت أن أغير من نمط ومن من هذه القصة، وجعلتها قصة شبه خيالية، ولكنها تستند إلى شخصيات لي حقيقية. قيس وليلى موجودين، القبيلة موجودة، الأعراف موجودة، ولكن أنا حاولت أن أجعل مثلا من ليلى تتوصل برسالة نصية حديثة، يعني كما لو كانت هي تعيش في هذا الزمن، ولكن هذه الرسالة ذهبت من الزمن الحاضر إلى الزمن القديم، وذهبت من المغرب إلى الجزيرة العربية. إذن ليلى تتوصل برسالة نصية، يمكن نقولوا عبر هذه المواقع الاجتماعية الحديثة، تقول لها الرسالة: نظرا لمجموعة من الصفات التي توفر فيك، جمالك، رشاقتك، ثقافتك، كذا إلى غير ذلك مجموعة من الصفات، فلذلك وقع عليك الاختيار لتلتحقي بملهانة الليلي
عندي أبي الدار البيضاء. هي حينما التقطت هذه الرسالة كانت من قبل تعيش مجموعة من المخاضات. من ضمن هذه المخاضات هي أنها كانت تتوق إلى التحرر. كانت تريد أن بدأت تتمرد على الأعراف ديال القبيلة، تتمرد على كل الحياة النمطية في الجزيرة العربية. فلذلك حينما التقطت هذه الرسالة وافقت بكل سرعة، فجعلت ليلى تنتقل من الجزيرة العربية ومن الزمن القديم إلى عند آب، وفي هذا الزمن الآن كما لو كانت نزلت عبر مظلة. المفارقة الأخرى وهي أنها حينما وصلت إلى المكان وتم استقبالها بحفاوة كبيرة وبدأت تشتغل، بدأت تدرك أن الهدف الذي أتت إليه أو من أجله لم يتحقق. بدأت تشعر بأنها بدأت تستغل جنسيا وثقافيا بحكم أنها اسم كبير في الجزيرة العربية. فلذلك حينما يضيق بها الحال فإنها تستنجد بقيس، ولكن تستنجد به وتستحضره خياليا قد يحضر معها، لأن دائما تبت له شكوى، دائما تنظر إلى المرآة في خيالتها وفي أفكارها وفي حوارها مع مشغليها المستغلين، دائما تقول له لو كان قيس حاضر معنا لخلصني منكم، يا قيس أنا أنت، يا أين أنت يا حبيبي، تعال لترى ليلى كيف أصبحت وماذا تعاني. إذن هذا الاستنجاد كما لو كان وصل عبر التليباتي كما كنقولوا إلى قلب قيس. فقيس نراه في المسرحية يعد فرسه ويركبه ويتمنطق بسيفه ويحمل مؤونته بعد أن سأل عن ليلى في كل مكان في القبيلة، فقيل له بأنها اختفت ولم يعد لها أثر، فقرر الرحيل بحثا عن ليلى. فيبدأ الرحلة من بلد إلى بلد، ولكن هذه الرحلة الطويلة والشاقة من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان التقى فيه كثير من الناس، التقى فيه بعرافة، التقى فيه بشيخ طرقي، التقى بناس، ويمر بالشيطان أيضا الذي أراد أن يثنيه عن مسايرة متابعة رحلته. فلذلك في حينما يلتقي بهؤلاء الناس وبهذه الأقطار، وفي هذه الأقطار يدخل بينه وبينه حوار حول الإنسان، حول الرحلة، حول الحب، حول العلاقة الإنسانية الكونية. هذه هي الرسالة التي نريد أن نصل. وحينما يصل إلى عندئاب بحثا عنها وينزل يترجل وينزل من فرسه، فيسأل هل ليلى توجد هنا؟ يقال له فعلا أنها موجودة هنا. يربط فرسه بعمود كهربائي عوض أن يربطه في نخلة في كما كان في الصحراء، بعمود كهربائي، ويقرر الدخول. سيلوادي، ما كانش عندك تخوف من أن الجمهور ما يتقبلش هذه الرؤية الجديدة اللي تناولتي بها قصة المعروفة من القديم اللي هي قصة قيس وليلى؟ لا، هي الصياغة. أنا حاولت أن أحبك هذا النص بطريقة ليكون أولا نصا مقروعا، لأن الكثير من كتاب المسرح دائما يسعون إلى أن يكون نصهم يترجم إخراجيا على الخشبة، ولكن أنا كان الهدف ديالي الأول هو أنه الذي يقرأ النص يجب أن يستمتع به. فلذلك اعتمدت على لغة شاعرية، لغة رشيقة، لغة جذابة للقارئ. فلذلك حينما طبعت الكتاب ووزعته على الكثير من الأصدقاء، فكثير منهم قال لي أخذت النص ولم أنم حتى أنهيته، وهذا أفرحني جدا، أفرحني جدا. كذلك بأن المخرج سعيد الخالفي تعامل مع هذا النص كما تعامل معه عبد الله بوجيدة سابقا، وكثير من المخرجين تعامل معه بشاعرية.
فلذلك ما نقدمه هو الجمال، ما نقدمه هو اللغة الرشيقة، ما نقدمه هو التشخيص الذي يصل إلى قلب المتلقي. فإذا عرض البارحة كان تجاوب كبير مع الحاضرين الذين حضروا لمشاهدة هذا النص، وكان قبله هو توقيع الكتاب، وهذه سنة سنسير عليها دائما، توقيع الكتاب وعرض المسرح. وأتمنى أن من المسرحيين الآخرين أن يسيروا على هذا هذه الخطوة، أن يكون دائما الكتاب حاضر مع العرض، لنشجع القراءة ونشجع الثقافة ونشجع الفكر. بعيدا عن العرض المسرحي اللي قدمته، بغينا نتحدثوا بشكل عام على الوضعية ديال المسرح. فالوضعية ديال المسرح الآن كتشوف الناس كيعتبروا أن المسرح كيشهدوا واحد الانتعاشة، واش الانتعاشة هي حقيقية أو لا غير بشكل ظاهري؟ غير هو أنا ما كملتلكش قصة قبل ما نمروا، أنه قاسم اللي وصل ودخل سمحوا لي أنه يدخل المسرح الليلي أو الملهى الليلي، فأول ما رأت عينه رأى ليلى ترقص بلباس الراقصة، يعني شي بعارية أمام مجموعة من الضيوف. فكانت هذه الصدمة الأولى التي أحسها قيس، ولذلك سيمر حوار شيق بين ليلى فوق الخشبة وقيس أمام الخشبة. هذا الحوار كله يدور حول هوية الإنسان، حول تشييء الإنسان، حول دور المرأة، حول تشييئها، حول استغلالها. هذا هو اللي كان جميل في 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 العرض المسرحي وفي النص المسرحي، والذي أعطى زخما وأعطى خاتمة جميلة للعرض المسرحي. عطفا على سؤالك، يعني الوضعية ديال المسرح في المغرب، احنا الآن قبل بداية الدعم للمسرح المغربي كان الكل يتشوق إلى أنه هذا المسرح لا بد وأن يدعم لكي يستمر في الحياة. ولكن حينما نعود إلى السبعينات والثمانينات لم يكن هناك دعم، ولكن كان هناك مسرح. ولكن كان هناك مسرح، الجامعة الوطنية لمسرح الهوات كانت تنظم مهرجانها السنوي، وكانت تتبارى في كل مناطق المغرب الفروق لتفرز لنا مجموعة من الفروق التي تشارك في المهرجان. وصراحة كانت نصوص قوية، كان إخراج قوي، كان ممثلين عمالقة، يعني أنه ومن دونه من دون دعم. كان أعطيك مثلا الحالة ديالنا، احنا في فرقة مسرح رمسيس شاركنا في بعض المهرجانات ديال الجامعة الوطنية، أنا والمخرج اللي هو عبد الله أبو جيدة أوجه له التحية بهذه المناسبة، نفقنا من شيوخنا. هو يعني كان واحد الحب ديال هو باع سيارته باش نكملوا الديكور ونكملوا التنقل ديالنا وكذا، وانا كذا، يعني كان حب جنوني للمسرح، وكان عطاء، وكان قمة في العطاء. الآن جاء الدعم، هذا الدعم بعد سنوات تحول إلى ملف يصنع صنعا، يصنع بناء على ما تطلبه الوزارة. فلذلك البعض من المسرحيين أو من الفرق لجأ إلى مكتب الدراسات ليهيئ له ملفا مقبولا. فاللجنة حينما تنظر إلى هذا الملف تجد أنه متكامل فتقبل الدعم، ولكن ماذا وراء الدعم؟ ماذا وراء الملف المصنوع؟ تحدث الكوارث، نصوص لا ترقى إلى المستوى، شبه مدبلجة أو مغربة أو كذا، يعني أنها نصوص يعني تفتقد للإبداع، تفتقد للإبداع وتفتقد للخلفية الفكرية. لأن المسرح شنو هو؟ هو فكر في آخر المطاف، هو فلسفة، هو ثقافة، هو حينما نزيحه عن هذا المسار فإنه يصبح مجرد لعبة لا قيمة لها، من دون خلفية ومن دون فكر ومن دون ثقافة.
هذه الثقافة وهذا الفكر هي الواقية، هي الرسالة الطبيعية التي يرسلها الفنان سواء كان كاتبا أو مخرجا أو ممثلا أو سينغرافيا إلى المتلقي. بهذه الطريقة نحبب المسرح ونثقف الناس، هذا هو المهم. دور المسرح هو التثقيف، هو أننا نخلق من الناس الذين يمكن أن يذهبوا إلى المقهى أو إلى الشارع أو كذا، ولكن نجلبهم ونغذي فكرهم، هذا هو المهم، نغذي فكرهم ونغرس فيهم هذا الحب. أما أن نقدم لهم فكاهة مجانية لا ترقى إلى المستوى، فهذا هو ما جعل المسرح المغربي يسقط لا قدر الله في الهاوية، وهذا هو ما جعل الكثير من الفرق تتألق. ونحن نعلم الطبخة التي تطبخ والعلاقات التي تحدث في هذا المجال. الموضوع هو موضوع شيق وطويل وكيحتاج منا وقت أكثر من الوقت المحدد، داكشي علاش غنبغيو نختمو بآخر سؤال، كيفاش كتشوف المسرح أو مستقبل المسرح المغربي؟ المسرح المغربي يمكن أن يكون مشرقا ويمكن أن يكون مزدهرا، ولكن حينما نضع له الآليات ونضع له القوانين المؤسسة ونربط هذه الآليات وهذه القوانين بما ينتج، وأن نراقب الإنتاج، لا أن نصادر الفكر ولكن أن نعطي الأولوية للأعمال الرائدة وللأعمال الحاملة للفكر وللأعمال الجميلة، ولن يكون ولا يجب أن نقدم الأعمال البائسة على حساب هذا المنتوج الجميل. مسرحنا زاخر بالطاقات واعد، ولكن علينا أن ننتبه إلى الآليات والقوانين وما وراء الآليات والقوانين. شكرا سي الوادي. مشاهدينا بهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، على أمل أن نتلقاكم في لقاء جديد وموضوع جديد ومع ضيف جديد. بسلام عليكم.